انا الوالد ديال بحيصه انا بوها. انا عيطوا لي في 6 الصباح قالوا لي ولدي عيط لي قال لي بنتك راه ولدت في السبيطار كلينيك صافي قصر الكبير واد المخازن. ومشيت طنجبر بنتي البياص وولدها شادها عقوستها وبست الدري وبست بنتي وبقيت كنبكي مع المولج على حساب هما قالوا مسكين ما يخلعونيش يشوفوا داكشي اللي غيكون. منين شافتنا في ديك الحاله بنتي قالت با سيروا تفطروا تعذبتوا داكشي وانا الحمد لله دابا ساعتها بخير. مشينا للقهوه ديال الاجيال فطرنا انا وولدي والسيد نسيبي هو وباه بربعه بينا فطرنا جيت انا وولدي باش وليت للدار بخير وعلى خير. عيط لي ولدي مع ال 11 وربعه قال لي راه صافا اختي راه داو العريش. كيفاش هي في الكلينيك وغاديو المستعجلات خرجوها من المستعجلات ميتة ديك العملية اللي دارلها خرج عليها وفرحها. ومن جينا نغسلوها شفنا العملية ما مخيطة ما والو واش العملية بلا خيط وحس بي الله ونعم الوكيل. وحنا دابا خصنا هاد الناس ديال القصر الكبير مدينة القصر الكبير الجهة ديال القصر الكبير ما خصهمش يطيحوا في هاد المشكل اللي طحنا فيه حنا. وكان طلب سعادة جلالة الملك الله يسرو يتدخل في هذا المشكل ديالي ديال بنتي والحمد لله الشيء اللي كاين. قتلها ومشيت تبعتها للمستعجلات في العريش. السيده جات ميته من القصر الكبير والخطا اللي دار هاد السعف هزها بلا بلاص ديالو بلا اخباري انا بها بلا اخبار حتى واحد وداها داها مقتوله من هنا. اذا عنده في الكلينيك مات عنده في الكلينيك بقى في الكلينيك. منين جينا نطالبوا الوراق الاجراءات عطاونا الوراق بكل سهوله وعيط ضابط شرطه ديال العرايش لسعاده الوكيل في طنجة جبر عنده الاخبار عنده قال له غيعطيوها لهم يدفنوا العائله ديالها. ان دابا هما التدخل السريع كان طالبوا بالحق ديال بنتي ديال اللي ما يضيعش والامه الاخرى ما تضيعش وما نطيحوش في هذا الشيء. ما كنطالبوش احنا شي حاجه مقابل غيعطيو لي شي حاجه لبنتي ما غيخلصوا لي شي بنتي. انا ما خصني مو فلوس خصني بنتي باش مات عارف الواقع ديال بنتي. اخ الضحيه صفاء بيحي اللي ماتت نهار 2 هادي كان وصل نداء لجلاله الملك نصره الله باش يتدخلنا في هذا المشكل هذا. حنا العائله دينا الكلينيك باش ولد في كلينيك مخلصين الفلوس باش تموت باش تولد في كلينيك. مصداق العائله قتلها في كلينيك باش يولدها ولد العايل وقتل المراه يماه ومشى شاد لابيلانس معيط لابيلانس ديالو بريفي وهز العائله وغادي بها يطلع للعريش لاله مريم للدوله. ولكن حنا راه دافعنا كلينيك هذاك اللي في الدوله خصو يجي للكلينيك يعالجها في الكلينيك. علاش تهز العائله فاتحه العمليه تهزها في لابيلانس راه ما يمكن كيقول لك ما تتحركش وسلام على العائله مره. كنوجهوا هذا النداء لجلاله الملك وهاد الناس هادو راه يدوا طويله كيقول لك الناس راه يدوب عندهم وزراء عندهم برلمانيين عندهم مشاكل ديالهم كيقول لك هادو كيهدونا وكيهدوا المدينه. انا خالتها ديال صفاء بيحي الضحيه قتلنا قتلها الدكتور سع مدينه القصر الكبير. كنقولها وكنعاودها بنت اختي ماتت عنده في الكلينيك ماشي سبيطار في الكلينيك مشات تولد دار لها عمليه قيصريه عملية قيصرية ما سلاش تنقطع الدم. ها الصابانة فاش كانت منوية فاش عطاوها لنا هادي الصابانة ها هي واش هادي الصابانة ديال المرا والدة عيقوا لي واش مرا والدة كتسيل من عيها هاد شوية ديال الدم. ها هادي الصابانة اللي عطاونا هادي منوية فرشة هادي هادي الصابانة ديالها. واش مرا مين كتولد كتلوى فهاد الصابانة ديال الكنينيك خصني نعرف واش هادي كلينيك ولا مكزارة ولا عاد دبروها تما ولوها عطاوها لنا فيها. هادي الصابانة ديال كلينيك سبيطار ديال 1500 سبيطار عنده صابانة في الكحل في الزرق كاينة شي البويض هادي فيه هادي تولد فيه هادي تقتل فيه هادي المكزارة فيه فهمتي ولا. دابا حنا كنطلبوا بالحقوق ديال بنت اختي ما تمشيشي ضحية هي مشات الله يرحمها هو طاغي في القصر. واش الناس كيولدوا ولا الناس كيموتوا كيشريوا الموت انت وحنا كنشري الموت الموت كتجي من عند الله. حنا دابا كتسماو بحال شينا واش هي ولدت في كلينيكا ومصادر لاله مريم
ماتت عندك باش كتسمى عنده. حنا تما قال لك هذه جات ميته. انا المطالب ديالي ماشي الفلوس ولا الحق ديال بنت خصي ما تضع عنده عوشي فيه كنيني كتبلش، لان ضروره على الشعب القصراوي.